رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. عملنا الأكلات والخضروات بكل أنواعها، دخلناها صنف صنف وعملنا ميكس بين الأصناف. عملت بين البسلة والسبانخ، وممكن يبقى بين البسلة والسبانخ والبروكلي. عملت بين البروكلي والكوسة. عملنا بين التفاح أهو مع الكمثرى. عملنا مع البروكلي مع القلقاس. عملنا الخضار الكوسة والجزر والبطاطا. بدأنا بقى نعمل دلوقتي شوربة الخضار اللي دخلنا فيها الفاصوليا الخضراء بعد بقى ما دخلنا خلاص وحطينا الفراخ. بصوا بقى كده احنا قسمناهم عشان تعرفوا الأطفال من عمر العشر من 8 ل 10 شهور هيبدأوا ياخدوا الخضروات، والخضروات اللي داخلها دجاج ولحوم بعد ما بنعدي معاهم الشهر الثامن على خير بعد ما بنجرب كل الخضروات. التاسع ده بيبقى الحمد لله هو بياكل الخضار مع هندخل اللحمه الحمراء البتلو زي ما احنا عملنا كده بتبقى مفرومه قد كوره البينج بونج. بصوا حطيت هنا بطاطس وجزر وقرع اهم مع اللحمه خلاص وضربتهم مع بعض، وهنا حطيت شوربه الخضار مع البسله والجزر والفاصوليا والدجاج متقطع فيليه خالي اهو، وهضرب في الخلاط جرشه كده خفيفه لكل منهم علشان ابدا اقدمها له. عايزه اقول لكم الفاصوليا الخضراء دي كمان جميله جدا، فيها نسبه فوليك اسيد حلوه. طبعا المرق لا، احنا ده بميه، فانا خلاص هاخد بالميه اضرب شويه، ويفضل بالكبه طبعا شويه صغيرين كده، انا مش عايزه كتير عشان بس الفراخ ياخد الفايده بتاعتها. عايز تحط عود كرفس حط. الفاصوليا دي فيها فوائد كتيره جدا جدا جدا، فيها فيتامين دي وبتعالج فقر الدم بشكل جميل، فيها كالسيوم بشكل جميل بيقوي الاسنان. الفاصوليا الخضراء جميله. تعالوا بقى كده ناخد شويه من ايه الميه بس. هناخد الدجاج برضو مفيد في الفترة دي جدا، الدجاج ده يعني مفيد جدا. تعالوا نضرب الأول. وناخد كده طيب واحدة مية تاني سخنة. بسم الله. بس أنا عايزة أجرشه كده بديله ضربات سريعة. ده لو في حال الاكل. طب لو في حال البيبرونه اضربوه كويس وادهولهم في البيبرونه ما يجراش حاجه عادي جدا، وبتبقى برضو وجبه كويسه ومشبعه اهو. ادي دي بالفراخ لازم يبقى كده الخضروات، ادي الخضار اللي بالفراخ. تعالوا بقى ناخد كمان الخضار اللي باللحم. اللحم والفراخ هنتكلم عن فوائدهم دلوقتي. بصوا كده اللحوم الحمراء دي مليئه بالزنك جدا، بتعزز نمو الطفل جدا، فيها حديد بيعالج الانيميا، فيها فيتامين بي 6 اللي بيكون خلايا الدم. بصوا فيها طبعا نسبه فوسفور حلوه يعني. تعالوا بقى ايه نقلب الخليط ده كده مع بعض، وهناخد ميه معقمه او من نفس ميه المرق الخضار عادي جدا، ما احنا خلاص سلقينه في ميه. بسم الله. طبعا نسبه البوتاسيوم في الدجاج جميله برضو، بتقوي الاوعيه الدمويه بشكل كويس، وفيها نسبه حديد، في طبعا زنك لتقويه المناعه. يلا بينا. بسم الله. بولة من الصغيرين. هنعمل ايه بقى؟ اتفقنا على تعقيم الاولاد لل سواء من خلال غسالة الاطباق او من خلال ان احنا نغسل الادوات بتاعتهم في مية وخل تغلي كويس، وبعدين نشيلها نحطها على حاجة نظيفة لحد ما تجف تماما، أو من خلال غسالة الأطباق على البروجرام ونسيبها لما البروجرام يطلع كل البخار وتبرد الغسالة ونفتح ونطلعها تكون اتعقمت وتجففت. هي دي مرحلة التعقيم المهمة للي عنده غسالة أطباق. طيب هناخد بقى بقية الخضروات اللي عملناها، ده بالفراخ
وخليط الخضر اللي عملناه باللحم ضمن المجموعة بتاعتنا علشان تبقى ضمن مجموعتنا اللي بدأت تدخل للأطفال. طيب هنيجي بقى لمرحلة جميلة جدا ألا وهي مرحلة الزبادي. مرحلة الزبادي دي بعتبرها مرحلة ممتعة جدا الحقيقة. هي العشر شهور، الحداشر شهر، الحداشر شهر دول هنلاقي بقى طبعا احنا مش هنحتاج العسل، هيبقى زبادي وبسكوت بس، بسكوت بتاع الأطفال المدور، بسكوت الشاي، أي نوع يتقبله ويبقى حابب طعمه. وطبعا الموز، الموز من الحاجات المفيدة جدا. أنا مش عارفة أنتوا حاطيني الموز فين. لا هو تمام موجود بس تمام. بصوا بقى هاخد كده الزبادي والبسكوت، هاخد بولة هنكسر فيها البسكوتات، اصلا هو بيدوب في الزبادي فما تقلقوش، ما احنا عايزين برضو يبقى له قوام شويه كده. دي بقى وجبه مشبعه جدا. كان في اولاد كمان يحبوا الصبح انهم يعملوا لهم البسكوت ده باللبن او باللبن بتاعهم يعني، او بالشاي باللبن ده بعدين لما يكبر. حبيبتي والله يا شيمو اعمل ايه طيب، حياه قلبي. بصوا بقى هنحط الزبادي، طبعا ده زبادي خالي الوش. اولا احنا بنبدا نديله الزبادي ده في الشهر ال11 معلقه معلقه، كل يوم معلقه لحد ما يبدا ياكل علبه كامله على بعضها، ومفيش اضافه اي حاجه ولا سكر ولا عسل ولا اي حاجه خالص. هنقلب بقى الخليط بتاع البسكوت بالزبادي. انا كده يا مونتي، لا اكيد كانوا بياكلوه كويس يا مونتي، لحد ما يدوب. عايزه اقول لكم دي وجبه مشبعه جدا، والصبح تنفع قوي تتعمل، بتبقى فطار او عشاء حلوه بجد. احنا بعد كده كنا بندخل الفاكهه دي في الاول، بندخلها يعني ايه في اول الاشهر مع مثلا لوحدها كده تبقى في العشاء، وبعدين نبدا بقى الايه نشيلها من العشاء ونوديها بعد الغداء بشويه ياكل موزه. احلى موز ياكله الطفل اللي بيبقى عند حضرتك ده داب خالص واسود، وانتوا شايفين ان هو مش هيتاكل، هو ده بقى احلى طعم ليه، لانه بيبقى تعزز نسبه السكر فيه قوي، فبيبقى مسكر ومهروس قوي فبياكله وهو مبسوط. فبنهرس له الموزه دي بالشوكه وبناكلها له برده شويه شويه. بصوا بقى البسكوت بالزبادي ده عبقري، اصلا في ولاد بتفضل لسن شويه حلوين يعني خمس وست سنين بياكلوه، والله بيقولوا لي لسن 30 سنه بياكلوا البسكوت بالزبادي ده. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، اخد دول هنا، هنحط بقى في البوله دي البسكوت بالزبادي. تنسوش بقى ان احنا كمان الموز ده مهم، يبقى احسن ثلاث فواكه يعني الواحد بيحب طبعا يجرب. انا عارفه ان الامهات بتحب تجرب كل حاجه، وانس انه كل فاكهه ينفع ياكل عنب ياكل، بس انا بصراحه بخاف قوي من العنب والخوخ والحاجات اللي هي مسام قليله، يعني بتدخل الايه المبيدات بشكل سهل، وبعدين الاولاد احنا الكبار بنتعب منها، احنا تعبنا من البطيخ في اول الموسم، احنا بنتعب من الخوخ في اول الموسم، احنا بنتعب من العنب في اول الموسم. فدي حاجات مهمه احنا ما ينفعش ندخلها للطفل كده ايه اذ فجاه. طيب انا عندي ايه تاني، خليني اخد كده ايه طبق برضو الخوخ عايزه اوريه لحضراتكم. لا مفيش عسل دلوقتي خالص، العسل ده من بعد السنه بقى، من بعد السنه هنعمل العسل ده. طيب انا محتاجه بس ايه حله صغيره كده حلوه، ممكن دي اخدها واعمل فيها الايه الخوخ. هوريكم برضو الخوخ هنعمله ازاي، عشان الخوخ ده برضو من الحاجات اللطيفة، ونقدر على فكرة الخوخ ينفع ان احنا نخلطه بالزبادي، ممكن يبقى مخلوط بالزبادي بيبقى حلو قوي برضو، لكن البسكوت اخف. بعد السنة يقول لك العمر ال 12 شهر هيبقى رائع. بصوا السلق بتاعها انا هوريكم بس طريقتها، لكن احنا مش هنعملها. بصوا بنعملها كده كده، وبشيل البذره دي حواليها اهي كده، وبسلقها بالقشره بتاعتها في ميه. بسم الله لمده 3 دقائق او 5 دقائق، وطبعا معاها عصير الليمونه اللي اتفقنا عليه، انتوا حاطينه لي هنا اهو كده. عايزه اقول لكم مليء بفيتامين اي وفيتامين سي، مضادات اكسده، وبيقوي البصر. بصوا كده
بيحافظ على ترطيب بشرة الطفل جدا، بيحسن الدورة الدموية عنده جدا، ووظائف الكلى بيديله طاقة حلوة قوي. تعالوا بقى نحط هنا الزبادي وناخد البسكوت ده، ممكن نحطه في بولة كده عشان يبان ان هو ياخد البسكوتات دي يعني بالزبادي او بالمية، وبيغلي على النار بنسيبه 10 دقايق، بنروح شايلين القشرة من ورا ويتهرس عادي جدا الخوخ، ونقدر نحطه مع الزبادي يبقى قطع فاكهة كده لطيفة جدا. الـ الـ الأكل بتاع الأطفال يتعمل فريش بفريش، عينات صغيرة، العينة اللي بياكل منها هي على قده، فما تحطوش كمية كبيرة علشان هتضطروا ترموها، مش هينفع يكمل الأكل منها. الحقيقة أنا عايزة أحط بس الزبادي بس مش هعرف أغلفه، المفروض إن أنا أحط كده واحدة فيها زبادي يبقى عارفين إن هو دخل الزبادي للنونة دلوقتي، فخليني أفضي واحدة كده فيها زبادي هنا عشان نبقى عارفين إن هو دخل له الزبادي، ونقفل. أوكي يا روحي، إحنا هنحط بس علبة زبادي عشان يبقى معروف إن الزبادي دخل في الوقت ده، لأن هو بعد الوقت ده خلاص هيتم ال 12 شهر، هو هيبقى هياكل كل حاجة احنا عاوزينها، يعني هياكل معانا عادي. انا باكل رز وخضار، انا هطعمه من كل حاجة انا باكلها بعد تمام السنة. خلينا نحط الورقة كده مايلة سنة كده. اوكي، ونبدأ بقى دلوقتي. احنا النهاردة عملنا الحلقة وقلنا الطفل من وقت الولادة لحد 6 شهور ما بندخلش أي حاجة، من بعد 6 شهور بنبدأ نطعم الطفل الحبوب، ثم إيه ثم إيه. أتمنى يا رب الحلقة النهاردة تنول إعجاب كل أصدقائنا اللي بعتوا لنا عايزين حلقة حلوة. عاملة حلقة تانية تقدروا تبحثوا عنها على اليوتيوب لو حابين أفكار تانية.